أهلا بكم في الحدث. نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل تواصل برنامج ملتقى المعلمين الأول للعمل التطوعي، والذي يهدف لتعزيز ثقافة التطوع وتسليط الضوء على الأعمال التطوعية بالجبيل، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة المهندس عبد العزيز عطرجي ومدير مكتب التعليم الأستاذ معمر الزهراني ومدير إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية المكلف الأستاذ يوسف المخضب وأعضاء مجلس الإدارة في لجنة التنمية الاجتماعية تواصل وأكثر من 120 معلما بالمحافظة من المهتمين في العمل التطوعي، وذلك بالنادي البحري بالجبيل الصناعية. الزميل حامد الشمري تواجد في هذه الفعالية ونقل لنا هذه الرسالة. أيها الجمع الكريم، الخير والحب والجمال والنفوس النبيلة وأصل فضيلة، كل تلك معان جميلة تشكل في مجملها مفهوم التطوع. لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل تواصل ترحب بكم في ملتقى المعلمين التطوعي الأول، أو كما حبوا أن يسموه ملتقى المعلمين الأول للعمل التطوعي. نيابة عن سعادة أعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية بالجبيل تواصل وزملائي الإدارة التنفيذية وفريق عمل الملتقى، أشكر لكم تلبية دعوتنا لملتقى المعلمين الأول للعمل التطوعي المنبثق من أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف 1,000,000 متطوع سنوياً. ولقد قامت لجنة التنمية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين لقاء مع مجموعة من المهندسين لتفعيل العمل التطوعي في شتى المجالات، واليوم نحن نلتقي معكم رموز العطاء، مع مربي الأجيال، مع من تعود على العطاء وهو يحمل هماً ورسالة. نضع أيدينا بأيديكم لنعمل سوياً لخدمة مجتمع الجبيل، وديننا الحنيف يحثنا على البذل والعطاء، ففي الحديث الصحيح أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. إننا في حقل التربية والتعليم نعد المعلمة أهم ركيزة من ركائز العملية التعليمية، فهو القدوة الحسنة لغيره من العاملين في مختلف ميادين العمل. فالمعلم كريم الذات، حي الضمير، مبادر نحو العمل الخيري دون أن يطلب منه ذلك استشعاراً منه لعظيم الأجر من الله سبحانه وتعالى، ثم لإدخال السرور على الآخرين. ولا أدل على ذلك ما قام به العاملون بإدارة الخدمات التعليمية من خلال تدريب الطلاب على ممارسة الأعمال التطوعية وتوظيف طاقاتهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم، وصولاً إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية وغرس حب العمل التطوعي.
وكما تعلمون أن التعريف السابق يشمل الأعمال التي يعملها الإنسان بينه وبين نفسه، بينه وبين ربه، في مصلحة أقاربه، في مصلحة جيرانه، ولكن الأمر الذي نحن بصدده هذا اليوم هو محاولة أن يكون التطوع مؤسسي. ماذا نقصد بالتطوع المؤسسي؟ هو ذلك التطوع الذي يبتغي طبع الإنسان فيه مرضاة الله عز وجل، وهذا جيد للمسلم أنه لا يخطو خطوة ولا يهمس همسة ولا يتحرك حركة إلا وهو يرجو مرضاة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، المؤسسة التي أقيمت وتكون خاصة يعني مؤسسة مصرحة نظاما معروفة لدى الجهات الحكومية ليس على نشاطها أي نوع من الغبش، تكون لها أهداف محددة تريد أن تصل إليها بسبب إنشاء هذه الجمعية، فأيضا ينتظر الإنسان في هذه الجمعية لكي يحقق أهداف الجمعية، أيضا لصقل مهاراته وكسب الفوائد التي سنأتي إليها فيما بعد التي يرفع بها كل متطوع يدخل في هذا المجال الخير. حقيقة سعدنا اليوم بملتقى المعلمين الأول للعمل التطوعي في الجبيل برعاية كريمة من الهيئة الملكية للجبيل وينبر وبتنظيم من تواصل. العمل التطوعي حقيقة هو عمل إنساني في المقام الأول ومهم جدا للمجتمع لدعم توجه الدولة في تحقيق رؤية المملكة 2030. ولو أخذنا بحسبة بسيطة في التعليم على سبيل المثال، يوجد لدينا في المملكة العربية السعودية 600,000 معلم ومعلمة، ويوجد لدينا في المدارس ما يقارب 6 ملايين طالب وطالبة. لو تم توجيه العمل التطوعي لهذه البيئات التعلمية في المدارس من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات نستطيع تحقيق رؤية المملكة 2030 في قبل 2030 للعمل التطوعي. ولكن نحتاج حقيقة الجهود تتضافر من القطاع الخاص ومن القطاع الحكومي لكي نفعل أو لكي نعرف المعلمين والمعلمات وأبناء الطلاب بالعمل التطوعي وفوائد العمل التطوعي. وحقيقة لو يعلمونها، لو يعلمون ما في العمل التطوعي لتسابقوا إليه، لأنه في النهاية هم سيقدمون خدمة للمجتمع الذي هم يشكلون جزء منه. بالنسبة للتطوع تشكر لجنة التنمية الاجتماعية على هذه المبادرة، وربما شريحة المعلمين هي الشريحة الأقرب لنشر ثقافة العمل التطوعي وأيضا تنمية الجيل الجديد هذا على القيام بأعمال تطوعية المشاركة في جميع المجالات، الاستفادة من المواهب بالعمل التطوعي ممكن يستفيد منها المجتمع في جميع المجالات. حقيقة الملتقى، ملتقى المعلمين الأول للعمل التطوعي، يهدف لعدة أمور. أولا وأهمها المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبالوصول إلى 1,000,000 متطوع سنويا، ونحن نبذل جهدنا في تحقيق هذا. وأقمنا ملتقى للمهندسين بالشراكة مع الهيئة السعودية للمهندسين، والحمد لله كان ناجح وفعال، وهذا اللقاء الأول بالنسبة للمعلمين. وكما ترون الآن سجل في تقريبا 180 معلم يشاركون في ورشة العمل، ويهدف أيضا إلى تعزيز وغرس ثقافة العطاء والعمل التطوعي. وحقيقة يعني قد نفتقدها كثيرا، لأن انشغالنا بالصناعات وانشغالنا بالتعليم وانشغالنا بكثير من الوظائف قد يعني يحجم الكثير، خاصة اللي يخرج من عمله تعبان يحجم عن العمل التطوعي. والآن يعني في هذه الورشة راح نضع البرامج المناسبة لمثل هذه المدينة ولمثل هذه طبيعة العمل الموجودة في مدينة الجبيل الصناعية، واللي حرصنا عليه أن تكون البرامج من تصميم العاملين أنفسهم، المتطوعين أنفسهم، لأنهم سيقترحون البرامج المناسبة للمدينة ولطبيعة عملهم. فنسأل الله التوفيق. الآن كما ترى ورشة العمل قائمة، وإن شاء الله نخرج ببرامج، هذه البرامج راح تكون على أرض الواقع بإذن الله ويراها مجتمع الجبيل.
ولله الحمد جمعنا أكثر عدد كبير من المعلمين في الجبيل الصناعية والبلد والتحلية كذلك، وبدأنا في شرح الفائدة من التطوع للإنسان دنيويا وآخريا، والآن في الورشة كما ترون ولله الحمد هناك عصف ذهني كثير لولادة كثير من الفوائد والأفكار لتنمية مفهوم التطوع في المملكة العربية السعودية من رؤية 2030 بإذن الله سبحانه وتعالى نحققها جميعا مع هؤلاء المعلمين. في ختام ملتقى المعلمين الأول للعمل التطوعي والتي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجبيل، تواصل حامد الشمري، الجبيل.